الكلام ده يعني انا بوجهه لاكبر راس في الدوله، مش متخيل النهارده ان بلدنا بالكامل إيه تتمكن من 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 تمسك من من حيوان زي كده الا بقدره ربنا واعانه ربنا سبحانه وتعالى، وان الناس دي ناس طيبين، مش حمل مش حمل مش حمل حيوانات زي كده. فلو حيوان من الحيوانات دي خرج لا هيخلي لا كبير ولا صغير. اللي بنناقش دلوقتي من الان من لاكبر مسؤول في الدوله يتحرك، لان الحيوانات دي ما كلتش بقالها كام يوم. والراجل عمرو سعد ده معروف عنه لا عنده غفير ولا عنده عامل، وقانونا لو عنده عامل كان شياله اهمال وخلاص لانه عنده رخصه، بيجيب عامل بالاجره يحط لهم الحاجه وهو بنفسه موجود. يعني في الوقت ده ما كانش في حد بقالها كام يوم بقى لحد بيوكلها ولا تعرف حضرتك. انا سيد سيد جبريل محامي. وحضرتك محامي عبد المجيد عليها هو لحد دلوقتي لسه ما عنديش توكيل، بس انا كنت موجود في اثناء تحرير المحضر مع ده، لان في علاقه ما بيننا يعني علاقه قرابه بيني وبينه. هو ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان والدها كان معزوم عند واحد صاحبه في حضيفه. فرايحين يتغدوا هناك ويشوي لحمه وكده، لكن البنت بعدت كده يعني حته الارض بتاعت صاحبه دي مساحتها حوالي 8 اراضي. فاكرها من غرب البنت شايله طفل صغير وبتتمشى ماشيه بيه. فالمهم هاجمها الحيوان ده. لما هاجمها الحيوان ده طبعا عضر لهش. ده اللي حصل. حد شاف بقى لا اخته صغيره جت على صوت الولد الطفل بيبكي بصوت عالي، فجت تشوف لقيت الولد مرمي والبنت مرميه الثانيه، فنادت لابوها وصاحبه وهم شالوا ايه؟ هم شالوا البنت جت على هذا الولد. خش بعد ما حصل عشان ايه اللي حصل ما لحقتش توصل مستشفى بقى. حضرتك الحكومه سابتني ومشيت ومعاه السلاح. ما صدقوش كلامنا، يعني البنت دي ماتت ازاي؟ يعني احنا الوقت انا رحت على كلمه ان هو ضبع ديب حاجه لسه بتضرب نمر، انما الاقي حاجه قدامي بتنط صور نمر انا حسيت نفسي ان انا في افريقيا. النمر عضها وجري؟ النمر ده انا ما شفتش حاجه بعيني. احنا شفنا احنا ما سمعناش.